شهدت مستشفى إيزيس التخصصي للنساء والولادة بمحافظة الأقصر افتتاح وحدة طب الأجنة والإطلاق الرسمي لمبادرة رحلة حامل كأضخم برنامج للاهتمام بصحة السيدات الحوامل ورعايتها. يأتي ذلك ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل. هذا وأكد الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل أن منظومة التأمين الصحي الشامل توفر كافة الخدمات العلاجية بأعلى معايير قياسية تتسق مع الأكواد العالمية في جودة الخدمة. وأشار إلى أن الهيئة تستهدف دعم وتعزيز الخدمات الصحية خاصة للسيدات الحوامل، وهو ما دفعها إلى التوسع في توفير مزيد من الخدمات الطبية. هذه المبادرة بتأتي اتساقا مع توجيهات السيد الرئيس ومبادرة السيد الرئيس لرعاية صحة المرأة المصرية. والنهارده احنا موجودين في مستشفى إيزيس، احد المراكز المتميزه والمستشفيات المتميزه في مجال النساء والتوليد. والنهارده موجودين وسط كل الاشقاء من الدول الافريقيه، من الساده السفراء والممثلين لسفارات الدول الافريقيه الشقيقه، موجودين النهارده عشان نتعرف على المستوى الذي وصلت له المنشآت الصحيه في محافظه الاقصر ومنظومه التامين الصحي الشامل في محافظه الاقصر. المستوى الجديد عليه المستشفى، وممكن انا اكتر حاجه بهرتني هي النظام اللي ماشيين عليه. كل المعلومات بتخش عن طريق الكمبيوتر، الحجز بتاع المرضى الكتروني، ودي كلها حاجات كويسه جدا. طبعا الخطوه اللي جايه ان شاء الله يبقى في تعاون بين الجامعات المصريه والجمعيه المصريه لامراض النساء مع منظومه التامين الصحي ووزاره الصحه في التدريب، مش بس التدريب، هو بيسميه التدريب المستمر والتعليم المستمر لكل الأطباء. النهاردة وإحنا في مستشفى إيزيس في الأقصر على هامش مؤتمر السياحة العلاجية والشراكة المصرية الأفريقية، بنطلق المرحلة الأولى من المسح الشامل لسيدات مدينة الأقصر كجزء من مبادرة رحلة حامل، إحدى المبادرات المجتمعية اللي بتهدف إلى الاهتمام بشريحة مهمة جدا اللي هي شريحة المرأة المصرية الحامل، اللي بتأكد الدور الهام جدا للهيئة العامة للرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل في الاهتمام بالمرأة المصرية نصف الحاضر وكل المستقبل.